بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم استقبلنا السيدة وزيرة السياحة اللي قدمت لنا خريطة الطريق، خريطة الطريق ديال السياحة في المغرب إن شاء الله في الأربع سنوات المقبلة 2023-2026. والسيدة الوزيرة اختارت مارشيكا، اختارت مدينة الناظور باش قدمت هذه خريطة الطريق، وجاو من كل المناطق ديال وجدة، كل المدن، عدة شخصيات اللي باش يعني يتكلموا ويناقشوا هذه الخريطة الطريق اللي هي إن شاء الله غادي تكون بالنسبة لا ريجيون، المنطقة ديال وجدة، الناظور، قرسيف، تاوريت، فيكيك، واحد المنطلق جديد اللي إن شاء الله نوصلوا واحد العدد السياح في 2026 كما قدمته السيدة الوزيرة. طبعا وكالة مارشيكا والفرع ديالها مارشيكا ميد ومارشيكا ميد افريقيا، والخصوص مارشيكا ميد كتنخرط غادي في هذه الخريطة الطريق، وغادي تشتغل مع وزارة السياحة، مع طبعا وزارة الداخلية كذلك اللي غتأثر من ناحية السيد الوالي والسيد العام اللي غيأثروا هذه العملية باش ننجحوا هذه الخريطة، هذه خريطة الطريق في المستقبل إن شاء الله. تكلمنا على مارشيكا اليوم، أصبحت وجهة ولا قبلة سياحية اللي عدد ديال المستثمرين الخواص اللي كما كتشوفوا ان ماشي فقط هذا الفندق دو لوكس ولا الفندق اللي احنا موجودين فيه مارشيكا لاغون ريزورت اللي هو موجود، هناك فنادق وكنفرحوا بزاف ان هذه الفنادق بنوها مستثمرين خواص من مدينه الناظور اللي ما غادي نسميهاش، انا لا سميتها غادي ننسى يمكن وحدين، عده فنادق كما كتشوفوا في حي المطار وفي احياء اخرى، ولكن بخصوص حي المطار اللي عرفت الوجود في هذه العشر سنوات الاخيره، وهذا كيفرح لان هاد الفنادق اللي تبنات موليها في الاول ما كانوش كيفكروا في فنادق، كانوا كيفكروا في بنايات اللي هي غادي يبيعوا شقق المغاربه العالم وكذلك سكنة الناظور. ومن بعد ملي شافوا هذا النجاح وهذه البحيره بفضل صاحب الجلاله نصره الله وايده، انه من 2006 اللي تعطات الانطلاقه للمشروع، 2009 ولكن 2006 اللي عطات التعليمات ديالو الله ينصرو باش تصبح بحيره نظيفه، وباش 2010 عطى التعليمات ديالو باش تخرج وكاله اللي هي وكاله مارشيكا اللي تهيئ المجال من هاد السياحه. والحمد لله هاد السياسه ولا هاد الاستراتيجيه ديال جلاله الملك عطات الملك عطات النجاح ديالها. اليوم في 2023 كنتكلموا حنا في 2023، ولكن ديجا ملي تبنى هذا الفندق واللي تحل تقريبا في 2019 قبل الكوفيد شفنا النتائج، ان ما يمكنش يكون هذا الفندق لما كانتش البحيره تنظفات وتنقات، وطبعا هناك اشغال صيانه اللي هي مستمره، مارشيكا مارشيكا لا زالت يعني مستمره في الاشغال ديال نظافه البحيره والجوانب البحيره. من ناحيه اليوم كتشوفوا ان وصلنا طبعا في 2021 البرنامج الاول انتهى، هناك بعض الاشغال اللي بقات في هذا البرنامج، المشكل ديال الكوفيد، مشاكل ماديه اللي الحمد لله حنا الان كندرسوها وكنشوفوها مع المانحين من هذا المشروع. واللي اهم شيء اللي نقدروا نقولوا ان ديجا هذه الاشغال اللي تعملت وصلت اليوم بان المستثمرين خواص ولاو كيجيو عندنا، هي اللي بغينا حنا، بغينا ندوزو. ما يمكنش غير الدوله تبقى تمول، خاص المستثمرين الخواص اليوم يجيو يعملوا مشاريع، اليوم غادي يمكن يعملوا مشاريع وغادي ينجحوا ان شاء الله فيهم، لان البحيره اصبحت يمكن لها تستقطب اكبر، ما نقولوش يمكن اكثر من هذا الفندق اللي كاين، بغينا اكثر كاع منه، واليوم ممكن من قبل ما كانش ممكن. اذا المستقبل ديال من ديال المستثمرين الخواص اللي حنا في الايام القادمه ان شاء الله غادي تشوفوا نتائج، يعني من راس السنه 2023 اخر السنه غتشوفوا نتائج ديال المستثمرين مهمين خواص اللي غيجيو يستثمروا في حوض بحيره مارشيكا. كنتكلم على السياحه طبعا.
لان هادشي اللي بغينا، يعني السياحه كتشغل اليد العامله طبعا، وكتجي شويه وكتشغل ماشي فقط اليد العامله اللي كتشتغل في الفندق، كتشغل اليد العامله كذلك اللي كتشتغل في عده من في الصناعه التقليديه، في الاسواق، في المناطق السياحيه اللي كيمشيو يزوروها السياح وغير ذلك. كما شفتوا العام اللي فات طبعا كنتكلم بعد الكوفيد، وهاد السنه هاد الصيف شفنا تبارك الله واحد العدد كبير من الاخوان ديالنا في الخارج، مغاربه العالم، سواء اللي هما من المنطقه، ولكن شفنا كذلك مغاربه العالم مناطق اخرى، وشفنا كذلك اخواننا المغاربه من عده مناطق من المغرب اللي جاوا اليوم كيزوروا هذه المنطقه، كيزوروا الناظور، كيزوروا المرشيكا، كيتمتعوا، كيشوفوا البحر، كيشوفوا الشواطئ. حنا طبعا ما بغيناش فقط ان يعني الدراسات الاوليه اللي قمنا بها ان يكون موقع استراتيجي طبيعي، يعني كيحترم الطبيعه والبيئه، بحيث ان الزائر ما يجيش فقط لابلاج، حيث لابلاج الشاطئ يمكن له يشوف يلقاه في اماكن اخرى سواء في المغرب سواء في الخارج. لا، خصو يكون هنايا عنده واحد الميزه خاصه، كما كتشوفوا اننا كنشتغلوا على الموانئ، يكونوا موانئ. عندنا الان ميناء موجود، راه عامر صافي وصل عمر بالقوارب نتاع السياحيه، وهناك واحد ديال سيدي علي الاشغال ديالو الكبيره انتهت، غادي ان شاء الله غادي نعملوا فيه هذا باش الرصيف، باش يمكن طبعا هاد القوارب سواء شراعيه ولا اخرى يمكن ليها تكون في سيدي علي. وكاين موانئ اخرين، وهاد الموانئ ترفيهيه ماشي فقط لهاد البوابه، كذلك حتى الرياضات المائيه، حيث انه يكون النوتيك كلوب، الكلوب ديال باش ما تبقاش السياحه فقط غير ديال لي بلاج، يجي الواحد يجي يلقى كذلك اشياء اخرى وغيرها. طبعا هناك جبال اللي كتشوفوا سواء غوروكو، زيارات هذه المناطق ولا المناطق السياحيه والمناطق التاريخيه كذلك كما تكلموا عليها الاخوان في هذه الندوه. اذا هادشي كلش احنا كنشوفوا النتيجه دابا ديال 10 سنوات تقريبا اللي دازت 10 12 سنه، شفنا نتائج بفضل استراتيجيه اللي سياسه واللي عطانا سيدنا الله ينصرو هذه تقريبا 12 سنه. كيفاش غادي يكون كيفاش نعملوا باش ننجحوا؟ لان ما كناش ننجحوا لولا خلق الوكاله 2010 بتعليمات ملكيه سامي الله ينصرو، لان الوكاله هي لهيئه المجال باش كان هناك هذا النجاح، ومازال احنا طبعا ما نقولوش نجاح، بداية النجاح، أما إن شاء الله النجاح في السنوات المقبلة كيعلم عليه الله سبحانه، وغادي نشوفوه كما شفنا في هذه السنوات أن كل واحد إلا اللي بغى ينكر يشوف كيف كان قبل وكيفاش اليوم، ولكن اللي هو الإنسان اللي هو عنده العقل واقعي وكيتكل وكيشوف كيشوف أن كان هناك واحد تغير كبير من هذه البحيرة، وشكرا.